بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نميل دائما إلى إلقاء اللوم على الظروف الخارجية أو الناس أو سوء الحظ، وذلك عندما لا نستطيع إنجاز ما نود تحقيقه. ولكن حقيقة الأمر إن التغيير الحقيقي بنحصل عليه بتغيير أسلوبنا في التفكير وفي النظر إلى الأمور. فأول حاجة الواحد لازم يحدد أنت يعني أنت عايز إيه، وتلغي نهائيا ان اي حد ليه السيطرة عليك، وانت الوحيد اللي محدش هيغير ظروفك، انت الوحيد القادر على تغيير ظروفك دي. لازم تغير من حياتك، لازم تغير ظروفك، وما تقعش فريسة للظروف وتقول هي الظروف اللي عايزة كده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أول حاجة إن الواحد لازم يغير من نفسه ومن حياته علشان يعيش عيشة كويسة. حاول أول حاجة إنك تراقب وقتك، شوف هو بيضيع في إيه، شوف اكتب يعني كل يوم الإنجاز اللي أنت بتعمله، علشان طبعا لما تكتب أي حاجة أنت بتعملها بتلاحظ فرق كبير جدا في حياتك، وبتلاحظ فعلا فرق عظيم جدا لما بتكون حققت أي حاجة من اللي انت كتبتها أو أنجزتها في اليوم ده. دايما لما تيجي تفكر، فكر على ورق، اكتب أي فكرة بتخطر على بالك اكتبها، علشان طبعا لما بتكتبها بيكون في تحفيز أكتر، بيبقى في اللي انت يبقى يعني لما تحس اللي انت حققت اللي انت كتبته بتبقى يعني حاجة كويسة جدا وممتعة جدا، وفي نفس الوقت بتاخد لك خطوة للأمام، وبتحاول بقى يعني لما الواحد بيحس بإنجاز فهو بيحاول بقى يبدأ يسعى لإنجاز أكبر. حاول تقرأ باستمرار، يعني القراءة كمان بتعطيك عقلانية كويسة جدا، بتديك رؤية لبعيدة، يعني بتخليك بتديك تحفيز كبير جدا القراءة والإنجاز. طبعا لازم الواحد يحسن من مستواه، يشوف ايه اللي هو عايزه، في ايه العجز اللي واقع في حياته، ويحاول يخطط صح. فالتخطيط طبعا بيدي عقلانية ومنتظمة لصنع القرارات وحل المشاكل، فبيعينك بقى على معرفة فرص النجاح الأكتر، وبتعرف ساعتها تشوف أهدافك وبتخطط فعلا، وبيكون هو ده سر نجاحك في الحياة لما بتخطط صح. فأول حاجة لازم الواحد يقول وداعا بقى للتفكير السلبي، وما تجعلش نفسك جسد بلا روح. ربنا مقدر لك كل شيء، لازم تفكر فعلا صح وتخطط صح وتبدأ حياتك صح. وطبعا لازم يكون الواحد واخد باله من كل كبيرة وصغيرة، فأي حاجة انت بتخططها لحياتك، يعني الواحد مثلا يحط خطة، بس طبعا مش يحط خطة مثلا لازم تكون خطة عقلانية، يعني مثلا يقول انا يعني ناوي مثلا اطير بقى السنة الجاية، لا، لما بتوضع خطة بتوضع خطة فعلا لازم تكون عقلانية، حاجة يعني في مستوى عقلك، تبدأ تخطط لحياتك صح، وتشوف ايه الحاجات اللي انت مش عارف تنجزها مثلا اللي انجزتهاش السنة اللي فاتت تبدأ تحققها السنة دي وتبدأ صح. فده دي حياتك ولازم تخططها صح. فطبعا اول حاجة لازم يكون استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتحاول طبعا تقرب من ربنا اكتر، لان اي حاجة من غير ما انت تقرب لربنا سبحانه وتعالى بيكون طبعا دمار لحياتك كلها. فلازم اول حاجة انك تشوف ايه اللي انت مقصر فيه في حق ربنا، وتستعين بالله وتبدأ صح، وتبدأ طبعا تحط اهدافك، تكتب ورقة، تكتب انت تنظم يومك وتنظم حاجاتك، يعني وتنظم الاشياء اللي انت على مستوى البعيد تكتبها، وتحاول تشوف كل يوم انت انجزت قد ايه. يعني حوالي 3% على مستوى العالم هم اللي بيخططوا وبيكتبوا اهدافهم، فهم دولت اللي بيبقوا ناجحين 100%. لكن اللي بيبقى عشوائي كده وبيبقى مع نفسه، طبعا ده ما بيحققش اي حاجة هو عايزها. ودي كانت يعني كلمة سريعة، ويا ريت ان شاء الله تبدأوا تخططوا وتكتبوا طبعا أهدافكم، وتشوفوا انتوا لازم تشوفوا الحاجات اللي انتوا هتنجزوها وتكتبوا أهدافكم، وربنا يسهل إن شاء الله. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.